سبعي قناة الفاسباريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. خلال دورة أكتوبر 2022 اللي عقدها مجلس مدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 جبدت قضية حرمان بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع البستنة من بعض المشاريع التي تتعرفها مدينة الدار البيضاء على مستوى مساحة خضراء، رغم الأقل رغم أن هذه المشاريع أصلا هي قليلة، يتم حرمان مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة منها. من أجل تعميق النقاش حول هذه القضية نستضيف السي يوسف عداس الكاتب العام للمقاولات الصغرى والمتوسطة لقطاع البستنة. سي يوسف مرحبا بك. سي يوسف أفعدت خلال الدورة تاع المجلس مدينة الدار البيضاء المنعقدة يوم الأربعاء 19 أكتوبر بعض المنتخبين جبدوا أن قضية حرمان مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة من بعض المشاريع اللي تتعرفها الدار البيضاء على مستوى المساحة الخضراء، واش تتفق مع هذا الرأي هذا؟ واش أصلا تتم الحرمان ديالكم من بعض هذه المشاريع هذه؟ كقطاع مقاولتي أولا استبشرنا خيرا بالمضمون ديال الخطاب الملكي السامي ديال جلالة الملك نصر الله فيما يتعلق بالاستثمار. اليوم حنا هذا الاستثمار نحن كقطاع مقاولتي جزء منه كذلك، وخصوص هذا الاستثمار اللي هو متعلق بالاقتصاد الوطني، وكيف كتعرفوا الجميع بان القطاع ديال المقاولات الصغرى والصغيره جدا هي العمود الفقري ديال هذا الاقتصاد اللي لابد اننا نعتني به، وكيف ما كيوصي عليه جلاله الملك دائما بدعم وتشجيع هذا القطاع، هذه الفئه من المقاولات الصغرى والصغيره جدا. للاسف ما اصبحنا اليوم نراه مؤخرا بعد مجموعه ديال هاد الاختصاصات اللي شناها ولات عند بعض، ولات عند عطاها المشرع المغربي الساده المنتخبون، وبعض الاختصاصات اللي تعطات المدراء ديال بعض ديال الشركات التنميه المحليه، نسجلوا بتحفظ مجموعه ديال الحيف والاقصاء ومن الممنهج من هاد من من من, من اقصاء هاد المقاولات الصغرى والصغيره جدا من الولوج للطلبيات العموميه. اين يتجلى هذا الاقصاء هذا؟ الاقصاء يتجلى في اعداد دفاتر تحملات بشروط تعزيزيه، صفقات ضخمه بواحد المبالغ اللي هي كبيره، والغريب في الامر انها كدار بشروط تعزيزيه يستحيل انها تشارك فيها واحد المجموعه ديال الفئات. على سبيل الذكر نحن كقطاع تحت لواء المنظمه الديمقراطيه للشغل حوالي 90 شركه منخرطه تحت هذا اللواء، مصنفه مؤهله من طرف وزاره التجهيز، بعضها من خيره الشركات الوطنيه على المستوى الوطني، عندها الرتبه الاولى في هذا القطاع ديال البستنه. كنجيو لبعض الدفاتر التحملات اللي كنشوفوا مجموعه منها، وعلى سبيل المثال اليوم بالامس ان شركه الدار البيضاء للتنميه اللي خارجه بواحد الصفقه ضخمه ديال 15 مليون درهم اللي موضوعه بواحد الشروط تعزيزيه يستحيل، وهذا بتصريح وبتاكيد جميع الشركات اللي هي منضويه تحت اللواء ديال المنظمه سميتو انه يستحيل انها تشارك فيها، لان كيقول لك مثلا اننا طالبين 34 عينه كشونطيو، هاد الشونطيو التكلفه ديالها حوالي واحد 40 ولا 50 مليون، فلا يعقل اننا باش هاد الشركه تجيب 50 مليون ولا 40 مليون كشونطيو، مع العلم بان شركه واحده هي اللي غتنول بتنال بهذه الصفقه، وبالتالي هذا لا داعي منه، كان من المفروض انها تكتفي بالورقه التقنيه، وكذلك انه يزيدوا واحد المونسيون كما كان يؤشر عليه في دفاتر التحملات، يبقى مثلا لو شوا ولا الاختيار ديال الجهه الاميره بالصرف ان قبل ما تشرع في العمل تجيب العينه وتوافق لك عليها انذاك. ولكن انتم كمقاوله صغرى ومتوسطه وصغيره واش بغيتم دفاتر التحملات على المقاس ديالكم؟ دفاتر التحملات والصفقات العمومية أولا يجب أن تراعى فيها المنافسة الشريفة، لأن المنافسة الشريفة هي أولا تراعي أولا حماية ديال المال العام، كتراعي الجودة، كتراعي الحكمة الجيدة، كتعطينا واحد الإنعاش ديال هاد الفئات ديال هاد المقاولات باش أنها تاهي تنعش وتستافد من الطلب العمومي. إلا استثنينا بعض المدن مثلا كإفران ولا مدينة الرباط، مجموعة من المدن في المغرب تتعرفوا على عجز يعني رهيب على مستوى المساحات الخضراء، وهذا الموضوع دائما يتم تنجبدو سواء على مستوى الصحافة أو المجتمع المدني، يعني إلا بغينا نخرجوا من هذا المأزق أش خصنا نديروا؟ أولا يجب تفعيل السياسات البيئية المنشودة من طرف جلالة الملك اللي كنا شنا كذلك في المؤتمر ديال مراكش، اللي المغرب أصبح نموذج في هذا الميدان هذا،
وبالتالي اليوم راه حنا العلاقه الطبيعيه مع الانسان مع البيئه ضروريه، وكانت من ضمن الاستراتيجيات اللي عاطيها سميتو بان متر كاري ديال المساحه الخضراء لكل مواطن، وكذلك حتى انه الشجره لكل مواطن. احنا الان تتوجدوا في اعمال مقاطعه الحي الحسني، وهي من المناطق في مدينه الدار البيضاء اللي تتعرف واحد العجز رهيب على مستوى قله المساحات الخضراء، في الوقت اللي تتعرف واحد قفزه على مستوى على صعيد المشاريع السكنيه. الا بغينا نزوجوا ما بين الامرين، اشنو الحل بالنسبه لك؟ يعني نديروا واحد مساحات خضراء اللي تراعي يعني خصائص اللي كاين في هذه المقاطعه هذه او في هذه العمالة هذه. هذه مسؤوليه ديال الساده المنتخبين المسؤولين على التدبير ديال الشان المحلي، وخاصة بما فيهم كذلك حتى المسؤولين عن الوكالة الحضرية، لأن أي توسع عمراني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المساحات المخصصة للبنايات الخضراء، المساحات الخضراء، وثانيا كذلك أن هذا الشيء دشنا في مجموعة ديال التصاميم ديال التهيئة، ولكن للأسف بعضها أن كنشوفوا عدم ديال الاهتمام ديال هاد السادة المسؤولين، كدوز واحد المده ديال الاسنان هما كتفعش وكتصبح بقدره قادر عماره سكنيه ربحيه تجاريه. حنا تنعيشوا واحد الان في المغرب ازمه على مستوى ندره المياه، من بين الاصوات اللي تتقول ان خاص المساحات الخضراء ما تبقاش تسقى بالماء الشاروب، ولكن اصوات اخرى تتقول لك اودي هذه المساحات الخضراء انا ما تستهلكش بزاف تاع الماء. بغينا اولا نعرف رايك، يعني واش انت في اي وجهه، واش هذه المساحات الخضراء اصلا تستهلك هذا الماء هذا؟ اولا حنا الحمد لله كدوله مغربيه بفضل السياسات النيره والحكيمه ديال جلاله المغفور له الحسن الثاني لتفعيل ديال السياسات المائيه وبناء السدود، حنا المغرب كان مفعل هذه السياسه هذه منذ مده. مؤخرا كذلك الخطاب الاخير ديال جلاله الملك ديال الاشكاليه ديال الماء، نظرا لهذا اللي كنعرفوا الجميع، هذا الجفاف الاستثنائي اللي كتعرفوا بلادنا، نطلبوا الله سبحانه وتعالى ان ينعم علينا بامطار الخير. غير ملي غادي نجاوب انه هذه الاشكاليه ديال السقي، وخاصه احنا اليوم كنهضروا على مستوى الدار البيضاء، فالدار البيضاء انا شخصيا انظر كنشوف بانها ما فيهاش المساله ديال ندره المياه. لو تفعلت مجموعه ديال هذه المياه اللي كتضيع في البحر، حوالي ملايين ديال الامطار متر مكعبه اللي كتضيع سميتو في البحر، هناك عيون ديال عين السبع، هناك مجاري ديال الواد بوسكوره، هناك هذه المساله ديال تفعلات المساله ديال التصفيه والتحليه، كنا كنستافدوا بهذا سميتو انها باش نفعلوها في المجاري ديال السقي وديال سقي المساحه الخضراء. وهذا الشيء هذا سمعناه على مستوى الدورة، نتمنى أنه يتفعل. ومرة أخرى في المسألة ديال الاحتكار والتغول، نناشد من الجهات المسؤولة أنها تراعي مبدأ ديال المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين هذا القطاع ديال المقاولات الصغرى، وإلا نحن نذوق ناقوس الخطر، ولا لتغويل بعض الشركات ولا لتضخيمها على واحد المقاس ديال الشركات اللي هي كبرى محدوده ومعدوده على رؤوس الاصابع. سي عفداس شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه وفي حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.